الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي ازيكم شباب؟ هنحل ان شاء الله امتحان دور تاني 2019 في التفاضل والتكامل. السؤال الاول بيقول اذا كانت ص بتساوي ق س على 4 زائد ق ب على 4 فعايزين نجيب المشتقة الاولى بالنسبة لس. انت عندك هنا ق ب على 4 اللي هي جذر 2، فما تيجي تشتق مشتقة الثابت بصفر، مشتقة الق بق ظ في مشتقة الزاوية اللي هي ربع، تمام؟ فهيبقى اجابتك ربع ق س على 4 ظ س على 4، اجابتك ا يعني. السؤال اللي بعده عندك صاد او هو جاب لك داله، عايزين نجيب مشتق الداله بالنسبه للداله. احنا سمينا الداله الاولى اللي هي س ناقص ج س، والداله الثانيه 1 ناقص ج س، وعايزين نجيب مشتق صاد بالنسبه لعين. الداله الاولى سميتها صاد والداله الثانيه سميتها عين، ماشي؟ مشتق الاولى صاد بالنسبه لس، مشتق الثانيه برضه بالنسبه لس. طيب داله صاد بالنسبه لس تبقى 1، وهنا مشتق الجا بجتا تبقى سالب جتا س. مشتق العين بالنسبه لس الواحد مشتقته بصفر، وعندك الجتا مشتقتها بسالب جا، سالب في سالب بموجب تبقى موجب جا س. عايزين بقى نجيب مشتقة الدالة اللي عندي، هي دالة ص بالنسبة لس بالنسبة للمشتقة التانية، هي دالة هنا دالة س، نقسم دول على بعض يعني، لأن هو عايز في مشتقة الدالة دي بالنسبة للدالة دي، يعني تقسمهم على بعض، فيبقى دالة ص بالنسبة لعين، مشتقة ص بالنسبة لعين، هتبقى 1 ناقص جتا س على جا س، يطلع الناتج بجذر 3 على 2، لأن الس كانت بباي على 3. يعني 1 ناقص جتا س، جتا س بنص، 1 ناقص نص بنص، وعندك هنا المقام ج س بجذر 3 على 2، لما نختصر هيطلع الناتج بواحد على جذر 3. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لي ا ب ج مثلث، ا ب ج مثلث اهو يا شباب، عندي ا ج ب 7 سنتيمتر وب ج ب 3 سنتيمتر، وعندي ا ب كان ب س، وعندي د س على د ن بيساوي 1.3، عندك هنا د كل دقيقة درجة كل دقيقة، السيتا كانت باي على 3. طيب انت عايز تبقى تجيب علاقة تربط بين ده كله عن طريق قانون جيب تمام الزاوية، تقول ألف جيم تربيع بيساوي ألف ب تربيع زائد ب جيم تربيع ناقص 2 في ألف ب في ب جيم في جهة الزاوية اللي عندي، وبعدين بنعوض الألف جيم كانت ب 7 تربيعها 49، والألف ب ب س تربيعها س تربيع، والب جيم كانت ب 3 تربيعها ب 9 ناقص 2 في الألف ب اللي هي ب س في الب جيم اللي هي ب 3 في جتا س. طب بعد كده بنشتق بقى، مشتق 49 بصفر، 2 س ده س على ده النون، تمام؟ احنا اشتقنا بالنسبه لايه؟ لنون، خلاص؟ خد بالك ال 2 في 3 دول ثابتين، يبقى 2 في 3 اللي هي ب 6 هنسيبها ثابته. نقول له الثاني في مشتقة الاول، مشتقة الس بالنسبه للنون هي ده س على ده النون، لك السالب بره، ماشي؟ اه عشان ما تتلخبطش، تمام؟ وتقوم عامل هنا ايه؟ زائد، يبقى انت قلت ايه؟ الثاني في مشتقة الاول زائد الاول في مشتقة الثاني، الاول اهو اللي هو س في مشتقة الثاني جتا اللي هي سالب ج سيتا في دال سيتا على دال نون، خلاص؟ انت عايز تجيب ايه اصلا في المسألة؟ عايز تجيب دال س على دال نون، خلاص. ممكن انت تختصر، هتقول له الصفر بيساوي 2 س دال س على دال نون ناقص، خد بالك الستة دي هتضرب في المقدار اللي عندك ده والمقدار التاني، يعني سيبها ستة اهي بره كده، تقول له جتا سيتا د س على د ن احنا عايزين نجيبها، ماشي؟ وبعد كده التاني في عندك سالب هنا، تعال نفكهم بقى مره واحده، يبقى ناخد السته تتضرب في المقدار اللي معانا والسالب معاها، وبعدين ناخد السالب دي نضربها في المقدار التاني، سالب في سالب تبقى موجب، بالمره يا شباب نضربها تبقى 6 في س اهي، 6 في س، وهنا ج سيتا د سيتا على د ن، ماشي؟ هو بيقول لي في المسألة إذا كانت أو عند اللحظة التي يكون فيها سيتا بباي، سيتا يا شباب باي على 3، سيتا باي على 3، وعندك دال س على دال نون كانت دال سيتا على دال نون 1.3، يبقى تقول له والله هنا الصفر بيساوي عندك هنا 2 س، طيب 2 س أهيت في دال س على دال نون، دال س على دال نون عايزين نجيبها ناقص 6 في جتا الزاوية اللي عندك، السيتا كانت 180 على 3 فيها 60، جتا 60 بنص، دال س على دال نون انت عايز تجيبها، زائد 6 س، وهنا جا الزاوية اللي عندك اللي هي جا 60 بجذر 3 على 2، ودال سيتا على دال نون كانت موجودة بواحد وتلاتة من عشرة. كده يا شباب يبقى احنا عوضنا مكان السيتا، وعايزين نجيب بقى ايه؟ دال س على دال نون.
تمام كده يا شباب، تعالى نعوض بقى مكان قيمة السين نجيبها يعني، وقال لك إن السيتا كانت بستين، الزاوية بستين، تقدر تعوضها هنا وتطلعها من القاعدة اللي فوق. تمام، عوض كده مكان في، خد العلاقة اللي هنا مثلا دي أهي، وعوض مكان السيتا بستين، وأنت تقدر تحسب بقى إيه قيمة السين. تعالى نحسبها كده على جنب هنا، نقول له 49 بتساوي س تربيع زائد 9، عندك جتا 60 بنص، نص الاتنين بواحد، يبقى ناقص 3 س، يعني تبقى س تربيع ناقص 3 س، هنا 49 تعدي، تبقى سالب 49 يعني ناقص 40 بيساوي صفر. بعد كده تحلل س تربيع س في س، ال 40 اللي هي 5 في 8، الكبير ياخد في النص، هنا سالب وهنا موجب، فتبقى الس بكام؟ سالب 5 او س ب 8. طبعا سالب 5 دي مرفوض، ما ينفعش يبقى فيه طول بسالب، يبقى انت عندك الس بكام؟ ب 8. تعالى بقى للعلاقه بتاعتك اللي انت جبتها دي، شايفها؟ وعوض مكان الس ب 8، يبقى عوض كده معايا، تقول له 2 في 8 بكام؟ ب 16. عوض هنا، يلا نعوض مع بعض يا شباب، 2 في 8 بكام؟ ب 16، تقول له 0 بيساوي 16 في د س على د ن، ناقص 6 على 2 في 3، يعني 3 د س على د ن، زائد 6 على 2 في 3، 3 في 8 س ب 8، 3 في 8 ب 24، يعني 24 جذر 3 في 1.3، ممكن ان احنا نحسب الكلام ده، تقول لي هنا 16 ناقص 3، 16 تطرح هنا 3، يبقى 13 د س على د ن، وتودي ده الناحية التانية، تقول سالب 24 جذر 3 في 1.3، وتقسم على ايه؟ على 13 الطرفين، هنا دي معناها 13 على 10، 13 تروح مع 13، يعني يطلع معاك سالب 2.4 ايه؟ جذر 3. تمام يا شباب، بعد كده متنساش تكتب بقى التمييز بتاعك سنتيمتر لكل دقيقة. التمرين اللي معانا بيقول لي إذا كانت صاد بتساوي قاس سيتا، قاسي تمرين رقم 4، صاد بتساوي قاسين، عايزين نثبت إن صاد في المشتقة التانية زائد المشتقة الأولى تربيع بيساوي صاد تربيع في 3 صاد تربيع ناقص 2. طيب تعالى نبدأ الأول كده، نجيب المشتقة الأولى بتاعتنا، صار شرطة مشتقة القاب قازا، مشتقة الدالة اللي عندك قازا، يبقى قاسين في إيه؟ في زاسي. طيب انت عندك الصاد اصلا عبارة عن قاسي، يعني معنى كده ان الصاد شرطة عبارة عن صاد في ظاسي. طيب هو عايز في المسألة يثبت ان صاد في صاد في المشتقة التانية يعني زائد المشتقة الاولى تربيع بيساوي عدد، لاحظ ان الصاد مضروبة، فانت لو ضربت في صاد اضرب الطرفين في صاد كده، تبقى صاد صاد شرطة يبقى صاد تربيع، انت ضربت الطرفين في مين؟ في صاد، يبقى صاد تربيع ظا س، مشتق الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول يساوي نفس الكلام هنا، تقول الأول في مشتقة التاني مشتقة القا للظا بقا تربيع، زائد التاني مشتقة الأول اللي هو الصاد تربيع مشتقتها اتنين صاد، يبقى في اتنين صاد صاد شرط. خلاص كده تمام. نعمل ايه بقى يا شباب؟ احنا عايزين نوصل للمطلوب، ما احنا وصلنا فعلا اهو، ما هو ده اللي هو عايزه، يعني انت عايز تجيب صاد في المشتقة التانية لصاد بالنسبة لسين زائد صاد شرطة كل تربيع، ده اللي هو عايزه. تعالى بقى نصفي الكلام ده، انت عندك الصاد عبارة عن قاسي، شيل القاسي دي وحط مكانها ايه؟ صاد، بتبقى صاد تربيع، صاد تربيع في صاد تربيع في صاد أس 4، تمام؟ وعندك هنا ظا س واتنين في صاد في صاد شرطة تربيع. طيب نعمل ايه هنا عشان نوصل للكلام المظبوط؟ او انت عندك الظا س اهو، عندك صاد شرطه كانت قا س في ظا س، طيب وهنا اتنين صاد في صاد شرطه تربيع، الصاد شرطه اهي، مش دي الصاد شرطه؟ دي الصاد شرطه، دي الصاد شرطه، صاد شرطه، سيب الشرط صاد شرطه وحط مكانها دي قا س ظا س، فيبقى ظا في ظا بظا تربيع س، وعندك الاتنين اهي، انت شلت الصاد شرطه دي وحطيت مكانها ايه؟ صاد، نزل صاد اهيت في صاد اللي عندك، تبقى صاد تربيع كمان ماشي.
والظا في ظا ظا تربيع، انت شلتها وحاطط مكانها الصاد شرطه اللي هي صاد في ظا سين، فاهمين؟ يعني سين الصاد شرطه دي، لما كتبنا صاد في صاد صاد تربيع، وكتبنا مكانها ظا في ظا ظا تربيع. طب انت ممكن تاخد عامل مشترك، كل الصاد تربيع عامل مشترك، فتبقى صاد تربيع زائد 2 ظا تربيع س. هو مطلوب لسه في حاجه؟ طيب لسه في، هو عايز تبقى ص تربيع مضروبه في 3 ص تربيع ناقص 2. طيب نعمل ايه في الكلام ده؟ يعني لازم الظا تربيع دي نشيلها ونحط مكانها المتطابقه. يعني انت عندك الظا تربيع عباره عن ق تربيع ناقص 1. كمل معايا كده، كمل معايا. عندك ص تربيع اهي زائد 2، افتح قوس وحط بقى ق تربيع س ناقص 1، فيبقى ص تربيع مضروبه في ص تربيع زائد 2 ق تربيع س ناقص 2. طيب ايه تاني نقدر نوصل له؟ انت عندك هنا ق س اصلا كانت صاد، شوف كده ق س دي اصلا صاد، خلاص انت كده خلصتها. يبقى صاد تربيع، وهنا صاد تربيع اهو زائد 2، شيل القا حط مكانها صاد، هتبقى صاد تربيع ناقص 2، يعني صاد تربيع هتتضرب في صاد تربيع وصاد تربيع اللي هي 3 صاد تربيع ناقص 2. فهمتوا المسألة؟ ده الإثبات بتاعها. التمرين اللي بعده شباب، نهاية الدالة اللي عندي عندها بس سين تؤول الصفر، هنا نطلع التلاتة بره تبقى تلت، وأقول له هنا نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى صفر، هنا 2 أس س ناقص 1، وهنا موجود في إيه؟ س. طيب ده كله المفروض يخرج، يعني أنت المفروض يبقى لازم 2 أس س يبقى تحت زيها إيه؟ س زيها كده، يبقى أنت خرجت مين؟ التلاتة عشان توصل للقاعدة. إحنا متعودين دي لما تبقى بهاء الناتج يبقى بواحد، لكن لو في عدد فيبقى لوغاريتم العدد ده الاساس هاء، يبقى انت عندك الناتج تلت لوغاريتم 2 الاساس هاء، يبقى احنا خرجنا مين؟ التلاته بقت تلت. طبعا اول حاجه خالص بتعوض مكان السين، 2 اس 0 1، 1 ناقص 1 بصفر، 0 عن 0 كميه غير معينه، فلازم تشتغل بالقاعده. التلت بنطلعه بره، بقى هنا 2 اس ناقص 1 على س هي لوغاريتم العدد للاساس هاء، لو كانت دي هاء تبقى لوغاريتم هاء الاساس هاء اللي هي بواحد يعني، فيبقى اجابتك تلت لوغاريتم 2 للاساس هاء اللي هي الاجابه ب. التمرين اللي بعده شباب، يقول لي رقم 6، اذا كانت ص بتساوي لوغاريتم 1 زائد 2 ه، 1 زائد ه اس 2 س للاساس ه، فان المشتقه بتساوي مشتقه ص بالنسبه ل س. عشان اجيب المشتقه في الداله اللوغاريتميه بسيب الداله زي ما هي في المقام، في مشتقه المقام يكتب فوق، المقام واحد مشتقه بصفر، مشتقه ال ه اس 2 س بتبقى نفس الداله في مشتقه الاس. خلاص كده انت خلصتها، اختار بقى الناتج بتاعك الاختيار الاخير يا شباب اللي هو د. التمرين اللي بعده بيقول لي اوجد معادلة المماس للمنحنى ص بيساوي لوغاريتم 2 ناقص جذر 2 جتا س للاساس ه عندما س بتساوي بعد 4. لازم تجيب الصاد طبعا عشان تجيب النقطة، ما انت عشان تجيب معادلة المماس محتاج نقطة وميل. طيب تعال نجيب الأول عندما س بتساوي باي على 4، نجيب بقى الصاد. جتا 45 بواحد على جذر 2، جذر 2 على جذر 2 فال 1، 2 ناقص 1 بواحد، لوغاريتم 1 بصفر. خلاص تعال نجيب بقى الصاد شرطة، دي دالة لوغاريتمية، بنكتب الدالة تحت زي ما هي كده في المقام، وبقول مشتقة المقام بيتكتب فوق، مشتقة المقام 2 مشتقتها بصفر، هنا سالب جذر 2 مشتقة الجتا بسالب جات يبقى موجب جا س. عوض بقى عند السين بتساوي باي على 4، فيبقى الميل اللي هو صاد شرطة بيساوي أقول له جذر 2 جا 45 بواحد على جذر 2، 2 ناقص جذر 2 في جتا 45 بواحد على جذر 2، ده يروح مع ده وده يروح مع ده، هيبقى من فوق ايه 1، وهنا 2 ناقص 1 بيبقى 1، يعني الميل طلع بواحد. تقدر بقى تكتب المعادلة تقول له صاد ناقص صاد 1 على س ناقص س 1 بيساوي الميل، صاد ناقص صاد 1 اللي هي صاد ناقص 0 على س ناقص س 1 اللي هي س ناقص باي 4 تساوي 1، يعني ص هتساوي 1 في س ناقص باي على 4. يبقى دي المعادلة بتاعت ايه؟ المماس اللي هو عايزها. التمرين اللي بعده بيقول لي رقم 8، رقم 8 العدد الموجب الذي مجموع معكوسه الضربي وأربعة أمثال مربعه أصغر ما يمكن. طيب بنفرض إن العدد الأول هو س، بيقول لي مجموع مين ومين؟ مجموع معكوس الضرب، معكوس الضرب اللي هو 1 على س،
واربعة امثال مربعة يعني اربعة س تربيع. هنفرض مثلا ان العدد ده اسمه صاد، عايزين نقول ايه اصغر ما يمكن، فانت تجيب المشتقة الاولى وتساوي صفر. دي واحد على س معناها س اس سالب واحد، ودي اربعة س تربيع. هننزل اس ونطرح منه واحد، وهنا الاس ينزل ويطرح منه واحد، تبقى تمانية ايه تمانية س. ساوي المشتقة الاولى بقى بصفر، اللي هي سالب واحد على س تربيع زائد تمانية س تساوي صفر. اضرب في س تربيع تبقى سالب واحد، لان ضربت في س تربيع، سالب س تربيع على س تربيع زائد تمانية س تكعب بصفر، يعني تبقى سالب واحد بتساوي نودي الناحية التانية سالب تمانية س تكعب، يعني س تكعب بتمن، يعني س هتبقى جذر التكابل التمن اللي هو بنص. جبت انت الس. طيب عايزين نشوف بقى المشتقة التانية. لو المشتقة التانية كانت الإشارة بتاعتها بتكون موجبة، فأنت هيبقى عندك أصغر ما يمكن. طبعا عندك طريقتين، يا إما تجيب المشتقة التانية أو تبحث عند س بنص زي ما احنا متعودين أهو، ابحث عند النص كده، هات عدد أكبر من النص وقعد في المشتقة الأولى اللي هو واحد مثلا، هيطلع سالب هنا، وهنا تمانية ناقص واحد يديك إيه سبعة، يديك عدد موجب، وهنا عوض بصفر. طبعا قسمة على الصفر مش هتنفع طبعا يا شباب، لأن الصفر نقطة حرجة، فالس مش هينفع، الصفر مش هينفع يعني، مينفعش اعوض بصفر، القسمة على الصفر سيبها معانا خلاص. طيب عوض بإيه تاني؟ عوض مثلا بسالب واحد، يبقى هنا سالب واحد وهنا سالب تمانية، يبقى سالب سبعة دي سالب، يعني هنا في تناقص وفي إيه؟ تزايد. يبقى عند س بتساوي نص هيكون إيه العدد أصغر ما يمكن. يبقى العدد الموجب الذي مجموع مع قوس الضرب واربعة امثال مربعه اصغر ما يمكن هو اتنين، هو نص. يبقى العدد هو نص. ماشي. التمرين اللي بعده شباب بيقول لي تكامل ظا س. طبعا احنا عارفين يا شباب ان ظا س عبارة عن جا س على جتا س، فالبسط مشتقة المقام. طالما البسط مشتقة المقام، فمشتقة الجتا بسالب جا، لازم نحط هنا سالب وهنا سالب، فالبسط بقى مشتقة المقام، فهي دالة لوغاريتمية، لوغاريتم معيار المقام، الأساس هذا الثابت. ده مش موجود في الاختيارات، ولكن انت ممكن تطلع السالب واحد تحطها فوق هنا، هتبقى هنا لوغاريتم الجتا أس سالب واحد. الجتا أس سالب واحد هي معكوس الجتا، معكوس الجتا اللي هو قا، يبقى معيار قا س الأساس هذا زائد إيه؟ زائد الثابت. اختار بقى الإجابة بتاعتك أهي موجودة، هي الإجابة د. التمرين اللي بعده تمرين رقم 10، إذا كانت الدالة متناقصة أو الدالة دالة س بتساوي، فإن الدالة تكون متناقصة في أي فترة؟ يعني أجيب المشتقة الأولى والسبب صفر. رقم 10 عندك دالة س عبارة عن س تربيع ناقص 4 أس تلتين. هات المشتقة الأولى للدالة. المشتقة الأولى شباب بننزل أس ونطرح منه واحد في مشتقة الدالة الجوية، يبقى الأس ينزل أهو والدالة تتكتب زي ما هي. نطرح من تلتين ناقص واحد اللي هي 3 على 3 تبقى سالب تلت. ماشي. يبقى نزلنا الأس وطرحنا منه واحد في مشتقة الدالة اللي جوه. خلاص كده، ده المشتقة الأولى. تعالى بقى يا شباب نعمل إيه؟ نساوي المشتقة الأولى بصفر. لما تساوي المشتقة الأولى دي بصفر عندك احتمالين. الاحتمال الأولاني إن 2 س بتساوي صفر، يعني الس هتصفر تساوي صفر. الاحتمال التاني إن المقدار ده اللي هو تلتين في س تربيع ناقص 4 أس سالب تلت بيساوي صفر. طيب ما انت بتقسم على التلتين ودي تنزلها تحت، تبقى واحد على جذر ده طبعا أس تلت، دي معناها ايه؟ أس تلت. فأس تلت ده معناه ايه؟ هو جذر التكعيب يعني لس تربيع ناقص ايه؟ ناقص 4. طيب انت عندك هنا لو عملت مقص طبعا مش هينفع شباب، الأس السالب اهو دي تلت، سواء جذر ايه؟ جذر التكعيب يعني. جذر التكعيب لأي عدد بيطلع، ولكن دي س تربيع. طيب امتى المقدار ده يبقى بصفر؟ لو كانت الس تربيع ديت بأربعة، يعني لأن هتبقى نقطة حرجة، قسمة على الصفر ليس لها معنى، فغير معرفة عند س بتساوي موجب أو سالب اتنين. خد بالك من الكلام، يبقى غير معرفة عند موجب أو سالب اتنين، لأن أنت عوضت مكان الس باتنين أو سالب اتنين هتبقى أربعة ناقص أربعة بصفر، وقسمة على الصفر ليس لها معنى. خلاصة الكلام يعني إن أنت هتبحث عند س بتساوي صفر وعند س بتساوي اتنين وسالب اتنين. دي النقطة اللي هتبحث عنها، القيمة اللي هتبحث عنها هي النقطة الحرجة. يبقى أنت عندك سالب اتنين وعندك اتنين وعندك صفر. تيجي المشتقة الأولى بتاعتك الكبيرة دي وتعوض بعدد أكبر من اتنين زي تلاتة. تلاتة دي طبعا بموجب، تطلع بالموجب كله بقى. ماشي. يبقى دي طلعت بإيه؟ بالموجب. عوض بواحد دي تطلع بسالب، تطلع بسالب يا شباب، يبقى دي طلعت بإيه؟ بسالب.
اه بسالب واحد، هتبقى ديت واحد ناقص سالب واحد تربيع بواحد، واحد ناقص تلاتة ودي تبقى سالب، فيطلع الناتج سالب برضو. اه بس سالب في سالب ايه؟ موجب. تاني كده يا شباب، دي تطلع بسالب ودي كانت بسالب، لان سالب واحد اهو كده معايا، سالب اهو سالب واحد، دي تبقى بسالب ودي تبقى تطلع بسالب تلاتة، سالب في سالب بموجب، فيطلع ده موجب. مثلا احنا بنعمل كده ايه ارقام على طول، انت ممكن تعمل بالاله بقى تطلع الاله، يعني الناتج بتطلعها كده على طول، لكن احنا بنعمل بالنظر كده على طول. اقعد بسالب 3 بقيت 4 ب 9، 9 ناقص 4 ب 5، دي بالموجب ودي سالب، موجب في سالب بسالب، تطلع دي بالسالب. خلاص يبقى تاخد بالك الداله غير معرفه عند ايه؟ عند السالب 2 وال 2 غير معرفه عنده. هو عايز بقى يبدا يدرس ايه في المساله؟ متناقصه فين؟ هتقول من اول سالب ما لنهايه لحد سالب 2 اتحاد الفتره من صفر مفتوحه لاتنين مفتوحه، يبقى دي الداله بتكون متناقصه في الفتره من اول سالب ما لا نهايه لسالب اتنين مفتوحه، ومن فتره باتنين مفتوحه الى ما لا نهايه. شوف بقى الاجابه بتاعتك فين واختارها، دور معايا كده دور، هي الاجابه الف، اجابتك الف. التمرين اللي بعده يا شباب رقم 11، اذا كان ميل المنحنى لممس الداله بيساوي الميل، كان بيساوي س، نفس متغيراتنا الاول، عندي س وهنا داله وداله. طيب الداله ديت مش مشتقتها جنبها، فاهمين؟ هنعمل ايه؟ هنيجي عند الداله دي نخليها س زائد واحد، يعني اقول ده صاد بتساوي، نعمل التكامل اهو، هنا اقول س زائد واحد ناقص واحد، ماشي؟ يبقى يعني السين دي زودنا عليها واحد ونقصتها واحد، والداله دي عباره عن س اس يعني زائد واحد اس نص، ماشي؟ تعالى بقى وزع، خد الداله دي اضربها هنا والداله دي اضربها هنا، يبقى تكامل الداله صاد بصاد. وهنا س زائد واحد واحد ونص، دي تلاتة على اتنين ناقص واحد في المقدار ده اللي هو س زائد واحد أس ايه؟ أس نص ده س، تمام؟ يلا شباب كمل معايا، هنا هنكمل عادي خالص، نزود واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد، فتبقى هنا س زائد واحد، واحد زائد واحد ونص، اتنين ونص اللي هي خمسة على اتنين، ونقسم على الأس الجديد اللي هو اتنين على خمسة، هنا نفس الكلام، زود واحد على الأس ونقسم على الأس ايه؟ الجديد، كل ده زائد ثابت. نرجع بقى نعوض بايه؟ بالنقطة اللي هو جابها لي اللي هو صفر وحداشر على خمستاشر، دي بصفر، السين بصفر، يبقى اتنين على خمسة، يبقى حداشر على خمستاشر بيساوي صفر زائد واحد بواحد، واحد في اتنين على خمسة، وهنا واحد أس تلاتة على اتنين في تلتين زائد الثابت، اتنين في تلاتة بستة، وهنا عشرة، يعني الواحد مقامتنا يعني والحلية يا شباب اهي، حداشر على خمستاشر بتساوي خمستاشر، وهنا ستة، ستة يعني خمسة خمستاشر، هنا ستة ناقص عشرة زي السبت، ستة ناقص عشرة سالب أربعة، يعني تعدي الناحية التانية تبقى خمستاشر على خمستاشر، فالواحد يعني الثابت يطلع واحد. يبقى الدالة بتاعتنا هنكتبها بقى دي كلها ونشيل الثابت ده خالص ونحط مكانه واحد. فهمتوا المسألة؟ يبقى إجابتك ص بتساوي معادلة المنحنى، ص بتساوي خمسين في س زائد واحد أس خمسة على اتنين ناقص تلتين، س زائد واحد أس تلاتة على اتنين زائد إيه؟ واحد، حط مكان الثابت ده واحد. التمرين اللي بعده رقم 12، الدالة يا شباب دالة س اللي هي عارفين، وعايزين نجيب التكامل من سالب واحد لتلاتة. لما يجيلك مسألة زي دي هتقسمها الأول، تعمل خط أعداد وتجيب الأصفار اللي عندك أكبر من الصفر وأقل من الصفر. خد بالك أقل من الصفر كانت الدالة دالة س عبارة عن اتنين س زائد س تربيع، وأكبر من الصفر كانت اتنين س ناقص س تربيع، ماشي؟ أنت عايز تجيب التكامل من سالب واحد لحد تلاتة لدالة س، فهنا مكان السالب واحد وهنا مكان التلاتة، يعني تاخد السالب واحد لتلاتة دالة س، دالة س عبارة عن التكامل من أول سالب واحد لصفر دالة س، دالة س زي التكامل من الصفر لحد تلاتة دالة س، دالة س يبقى تكامل من سالب واحد لصفر، الدالة اللي عندك اللي هي اتنين س زي س تربيع دالة س، زي التكامل من الصفر لتلاتة، الدالة اللي عندك هنا اللي هي اتنين س ناقص س تربيع دالة س، ماشي؟ يعني توفيرا للوقت ان انت بتقوم جايب الاله وحاسب كل واحده لوحدها. التكامل الاولاني اهو زي التكامل عندك، تقول له من سالب واحد لصفر واتنين س زائد س تربيع، ماشي؟ وتعمل حدود الداله من سالب واحد لصفر، سالب واحد لايه؟ هيطلع الناتج معاك بكام؟ سالب اتنين على تلاته اللي هو التكامل الاولاني. التكامل التاني اتنين س ناقص س تربيع، الدالة اللي عندك اتنين س ناقص س تربيع، ماشي؟ الحدود هتتغير من أول صفر
إلى 3، 3 بقى مش 30، ماشي؟ يطلع معانا صفر، يبقى تلتين زائد صفر يطلع ناتج سالب ايه؟ سالب تلتين الناتج النهائي يعني، زائد صفر يطلع ناتج بايه؟ سالب تلتين. يبقى انت خدت حدودك من اول سالب واحد لصفر زائد من صفر لتلاتة وجبت كل واحدة على الآلة الحاسبة، الأولى طلعت بسالب تلتين والتانية طلعت بصفر وجمعتهم طلعت سالب اتنين على ايه؟ على تلاتة. إذا كانت الدالة اللي عندك لها قيمة قصوى محلية عند واحد واتنين فإن ألف زائد ب، أول حاجة معناها يا شباب قصوى محلية معناها النقطة واحد واتنين بتنتمي للدالة بتاعتنا، تاني حاجة إن الدالة شرطة واحد بتساوي صفر، هنعوض في الدالة بتاعتنا مكان الصاد باتنين ومكان السين بواحد فيبقى اتنين ألف زائد ب زائد تلاتة، عدي هنا بعكس الإشارة تبقى سالب واحد بتساوي اتنين ألف زائد ب. وبعد كده نقوم جايبين ايه تاني؟ ناخد بقى دال شرطة، نجيب دال شرطة للدالة بتاعتك، دال شرطة س بتساوي تبقى هنا أربعة ألف س زائد ب، تمام؟ دي المشتقة الأولى، تعالى نجيب المشتقة الأولى عند س بتساوي واحد بصفر، يبقى عوض مكان السين بواحد فتبقى أربعة ألف زائد ب تساوي صفر، دي معادلة تانية، يبقى المعادلتين دول مع بعض أحلهم، هضرب د في سالب وأجمعهم مع بعض، فيبقى سالب أربعة ألف ناقص ب بتساوي صفر، خد المعادلة دي والمعادلة دي اجمعهم، صفر وسالب واحد بسالب واحد. سالب ب تروح مع موجب ب، وهنا اتنين ألف ناقص أربعة ألف بسالب اتنين ألف، يعني الألف تبقى بنص. جبت الألف بنص عوض عن الألف هنا، يبقى أربعة في نص باتنين، اتنين زائد ب بصفر، يعني الب تبقى بسالب اتنين. جبت الألف وجبت الب، هو كان عايز بقى تجمعهم، يبقى سالب اتنين زائد نص تبقى ايه؟ سالب كام يعني؟ سالب واحد ونص، ده سالب تلاتة على اتنين يعني، ماشي كده؟ سالب تلاتة على اتنين، إجابتك ج يعني. التمرين اللي بعده شباب، منحنى الشكل المقابل، منحنى ديال شرطتين، ده مشتقة تانية، طالما هو مشتقة تانية يبقى ندرس التحدب لأعلى ولأسفل، أول سالب واحد شوف نقطة التقاطع اللي هي نقطة الانقلاب، سالب واحد وعند واحد وعند تلاتة، دي الانقلاب يا شباب، يعني عند س بسالب واحد وواحد وتلاتة ده اللي حصل لها ايه؟ انقلاب عند كل س بتساوي رقم، يعني سالب واحد وصفر وواحد وصفر وتلاتة وايه وصفر، دي نقطة انقلاب. طيب قبل السالب واحد تحت الرسمة كانت لايه؟ لأسفل، معنى كده كانت سالبة، يعني كان هنا التحدب لايه؟ لأعلى. من سالب واحد لواحد الرسمة كانت فوق، سالب واحد لواحد الرسمة فوق يعني كانت موجبة، يعني كان التحدب لايه؟ لأسفل، ماشي؟ بص معايا، طب من واحد لتلاتة على الخط الرسمة كانت تحت، يعني كانت في المنطقة السالبة، يعني كان تحدب لأعلى. من التلاتة إلى أربعة، من التلاتة لحد الأربعة الرسمة المنحنى فوق، المنحنى فوق يعني كان موجب، وطالما هو موجب يبقى إيه؟ تحدب الأسفل. هو بيقول لك بقى محدب الأعلى فين؟ هتبقى من سالب ما لا نهاية، مش سالب ما لا نهاية بقى، ده هتبقى لحد سالب اتنين، يبقى من سالب اتنين لحد سالب واحد، وإيه تاني؟ ومن واحد لتلاتة، يعني هتقول محدبة لأعلى عندما س تكون أكبر من سالب اتنين وأقل من سالب واحد، وعندما تكون السين اكبر من واحد واقل من التلاتة، يعني اجابتك هتختار الاجابة دال، فهمتوا؟ يبقى رسمة المنحنى اللي موجود دي لو تحت تبقى سالب، لو تحت الخط تبقى سالب، لو فوق الخط تبقى موجب، وطالما هي سالب ومشتقة تانية انت بتدرس المشتقة التانية، يعني انت بتتكلم على التحدبات، لما تبقى سالب تحدب لاعلى وبتبقى موجب تحدب لاسفل، اجابتك دال. تمرين رقم 15 بيقول لي اوجد رقم 15، إذا كان منحنى الدالة له نقطة انقلاب عند واحد وأربعة عين أ وب ثم عين القيمة العظمى والصغرى. طيب أول حاجة شباب لما يقول لك نقطة انقلاب معناها إن دالة واحد بتساوي أربعة، يعني النقطة واحد وأربعة بتنتمي لمنحنى الدالة ص، ودال شرطتين واحد بتساوي صفر، فهنعمل من دي معادلة ودي معادلة. الدالة بتاعتك ص كانت بتساوي أ س تكعيب زائد ب س تربيع، عوض عن الصاد بأربعة والسين بواحد، دي أول معادلة. هات المشتقة الأولى للدالة اللي هي الصاد شرطة، تبقى تلاتة ألف س تربيع زائد اتنين ب س. هات المشتقة التانية للدالة اللي عندك تبقى ستة ألف س زائد اتنين ب. المشتقة التانية عندما س بتساوي واحد بتساوي صفر، يعني تبقى ستة ألف زائد اتنين ب تساوي صفر، اقسم على الاتنين فتبقى تلاتة ألف زائد ب تساوي صفر،
يعني هنا تقدر تحل مرتين مع بعض، اضرب دي في سالب مثلا واحد وضيفها على المعادلة اللي فوق، فيبقى عندك سالب 3 ألف ناقص ب بيساوي صفر. خد المعادلة دي والمعادلة دي واجمعهم مع بعض، صفر وأربعة هي الأربعة، سالب ب تروح مع ب، وهنا سالب 3 ألف وألف بسالب 2 ألف، يعني الألف هتبقى بكام؟ بسالب 2. ماشي، الألف جبناها بكام؟ بسالب 2. تقدر تجيب بقى ال ب بعد ما جبنا الألف بسالب 2، نعوض إشارة عشان نجيب قيمة ال ب هنا، تبقى عند عكس الإشارة يبقى ال ب ب6. يعني أنت جبت المعادلة بتاعتك، الاقتصاد بتساوي، ارجع بقى حط مكان الألف القيمة بتاعتها، تبقى سالب 2 سين تكعيب، وعندك ال ب ب6 تبقى زائد 6 سين تربيع. أدي معادلة مين؟ المنحنى. بعد ما جبت معادلة المنحنى هو بيقول لي في المسألة إيه؟ عايزين القيم العظمى والصغرى المحلية، يعني هتجيب صاد شرطة بتاعتك وتساوي بالصفر. الصاد شرطة اهيت وتساوي بالصفر عشان تطلع لغة الحاجة، أو هات مشتقة أولى من هنا تاني أهو، قول له إن الصاد شرطة بتساوي سالب 6 س زائد 12 س، سالب 6 س تربيع زائد 12 س، تمام؟ خد المشتقة الأولى ديت وساويها بصفر عشان تطلع منها إيه؟ النقط الحرجة اللي هتبحثها. يبقى تاني كده نكتب الدالة بتاعتنا، أنت عندك الصاد شرطة كانت سالب 6 س تربيع زائد 12 س هنساويها بصفر. ناخد السالب 6 س على المشترك، هيبقى هنا س ناقص 2 بتساوي صفر، يعني هتبقى عند س بتساوي صفر وس بتساوي 2 الدالة نقط حرجة. ابحث عند الصفر وعند الاتنين، هنا سالب يبقى نفس ونفس وعكس، يبقى هنا في تناقص في تزايد في تناقص، يعني عند السين بتساوي صفر بتبقى ايه؟ عظمى محلية، صغرى محلية، صغرى محلية، وعند السين بتساوي 2 عظمى محلية. يبقى النقطة الأولانية صفر وكام واتنين وكام، هقعد الدالة الأصلية بقى، نجي الدالة بتاعتنا اللي هي صاد كانت بتساوي، صاد كانت بتساوي سالب 2 س تكعيب زائد 6 س تربيع، اقعد بصفر يطلع صفر وصفر، اقعد هنا باتنين، يبقى هنا سالب 2 في 8 سالب 16، وهنا 2 تربيع ب 4 ب 4 في 6 24، 24 ناقص 16 ب 8. خلاص، يبقى القيم بتاعتنا هتطلع كام؟ 8، وهنا القيمة تبقى بصفر، يعني دالة صفر تطلع بصفر ودالة 2 تطلع بإيه؟ ب 8. يبقى الدالة قيمة صغرى محلية عند س بتساوي صفر والقيمة هي صفر، والدالة قيمة عظمى محلية عند س بتساوي 2 والقيمة بتساوي 8. أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة، عندك دالة س كانت بتساوي 2 س في هاء أس س، يبقى أنت هتجيب دالة شرطة س حاصل ضرب دالتين، تقول الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، تقدر تاخد هاء أس س على مشترك، يبقى 2 س زائد إيه؟ 2. تساوي المشتقة الأولى بصفر، يا إما إن الهاء أس س بصفر أو 2 س زائد 2 بصفر، طبعا ده مرفوض، ما ينفعش هاء أس س يديك صفر، وهنا الس تبقى بإيه؟ بسالب 1. طيب السالب 1 بتنتمي للفترة ولا لأ؟ أنت عندك الفترة من أول سالب 3 لحد 1، يعني السالب 1 موجودة، يبقى أنت هتدرس الدالة سالب 1 ودالة سالب 3 ودالة 1، ترجع للدالة الأصلية سالب 2 في هاء سالب 1، يعني تطلع سالب 2 على هاء، عوض بسالب 3 تبقى سالب 6، هاء أس سالب 3 يبقى سالب 6 على هاء تكعيب، عوض بواحد يبقى 2 في هاء. هو عايز يبقى القيم القصوى المطلقة اللي هي العظمى المطلقة تبقى إيه؟ القيم هتبقى بكام؟ ب2 هاء، هي قيمة واحدة بس هي ظهرت اللي هي بكام؟ ب2 هاء، دي عظمى مطلقة. طب هو عايز القيم القصوى، يعني 2 هاء دي العظمى المطلقة، يبقى 2 هاء قيمة عظمى مطلقة، وهنا سالب طبعا في 6 على 3، وهنا سالب 2 على هاء، دي ايه؟ صغرى مطلقة، يبقى هنا سالب 6 على هاء تكعيب صغرى مطلقة، تمام كده؟ التمرين اللي بعده رقم 16، حجم الجسم الناشئ من دورين المنطقة المحصورة بين المنحنى ص بيساوي س تربيع، عندك دالة تربيعية اهيت، والمنحنى ص بيساوي 3 س، مستقيم ص بيساوي 3 س كده مثلا، اللي هي المنطقة دي. أول حاجة لازم أجيب نقطة تقاطع بينهم، أساوي دالتين ببعض، يعني أقول إن س تربيع هساويها ب3 س، أساوي دالتين ببعض، فتبقى س تربيع ناقص 3 س بيساوي صفر، يعني س في س ناقص 3 بيساوي صفر، يا إما إن س بصفر أو الس بإيه؟ ب3، يبقى تقاطع من أول صفر لحد 3. يبقى الحجم بتقول له باي، هتاخد الدالة العلوية اللي هي اللي فوق الدالة التربيع الأول تتربع، طبعا بتقول له ص 2 تربيع ناقص ص 1 تربيع دالة س، يعني أنت بتجيب حوالين الحجم حوالين محور س ده،
يبقى باي، وحدودك من اول صفر لحد تلاتة. الدالة العلوية اللي هي الخط المستقيم اللي عندك اللي هي كانت ايه؟ كانت تلاتة س، يبقى تسعة س تربيع تربع ناقص الدالة السفلية دي تتربع، دي تتربع شبه، تبقى س أس أربعة. ماشي؟ هو بقى بيقول لك خلاص، يعني هو عايزك كده بس مش عايزك تحلها. خد إجابتك بقى من صفر لتلاتة، تسعة س تربيع ناقص س أس أربعة، الإجابة ب يعني، إجابتك ب. التمرين اللي بعده، مساحة المنطقة المحصورة بين المستقيمين ص بيساوي س وس بيساوي اتنين وص بيساوي صفر. لما أجي ترسمها كده، أول مستقيم عندي ص بيساوي س، هو المستقيم ده، ده ص بيساوي س، وس بيساوي اتنين أهو، ده س بيساوي اتنين، وص بيساوي صفر أهو، ده ص بيساوي صفر. عايز المساحة دي يعني. بقى مثلث، القاعدة عندك باتنين، نشوف الارتفاع لنقطة التقاطع بين المستقيم ص بتساوي اتنين واتنين، يعني دي باتنين، دي اتنين اتنين واتنين، لأن ص بيساوي س يا شباب هنا، يبقى هنا القاعدة عند اتنين واتنين. يبقى المساحة، مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، القاعدة باتنين والارتفاع باتنين، يبقى نص في اتنين في اتنين، يطلع باتنين وحدة مساحة. تمام؟ إجابتك ده ب. السؤال اللي بعده، أوجد استخدام التكامل بالتجزيء. رقم واحد، باستخدام التكامل بالتجزيء أوجد ناتج مائي. طلب منك تعمله بالتجزيء، مفيش مشكلة. عندك تكامل س تربيع لوغاريتم س، الأساس هي دالة س. طب هتعمل التجزيء إزاي؟ بتاخد دالة تفاضلها ودالة تكملها. الدالة اللي بتفاضلها عندك الدالة اللوغاريتمية، والدالة اللي تكملها الدالة اللي هي إيه؟ كسرة الحدود. خلاص، يبقى احنا عايزين نشتغل بايه؟ بالتجزيء. هنعمل ايه؟ هناخد الداله اللوغاريتميه هنا، لوغاريتم س اساسها، وهنا س تربيع. تعالى ناخد الداله دي نفاضلها ودي نكملها. دي هنفاضلها تبقى واحد على س، ودي نكملها تبقى س اس 3، يعني زود واحد على اس ونرسم اس جديد. نضرب دول في بعض فتبقى تلت س تكعيب لوغاريتم س اساسها ناقص تكامل، نضرب دول في بعض التلت تطلع بره، او سيبها دلوقتي تلت اهيت س تكعيب في واحد على س داله س، يعني تلت س تكعيب لوغاريتم س اساسها ناقص هنا تبقى تكامل، سيب التلت بره تبقى س تربيع دال س، س تكعيب على س فس تربيع. يلا يا شباب نكمل، تلت س تكعيب لوغاريتم س اساسها ناقص تلت، زود واحد على الاس واقسم على الاس الجديد تبقى دي تسعه، لما نقسم على التلاته يبقى تسعه زائد ايه؟ زائد السبت. تمام يا شباب، خلاص كده الامور واضحه. شوف المساله اللي بعدها، اخر مساله في الامتحان، بيقول لي تكامل، تكامل س في جا 2 س تربيع دال س. هنا شباب الجا مشتقة الزاوية اللي جوه تبقى موجودة، يعني لو الدالة اللي عندك مشتقة ده طبعا ب 4 س، تضرب هنا في 4 وتقسم على 4، فباقي الدالة موجودة في مشتقة اللي جوه. يعني لما تيجي تكملها تكامل الجا بسالب جتا، تقوم قايل هنا سالب جتا 2 س تربيع اهيت، وطالما المشتقة موجودة خلاص احنا غير مشتقة، يبقى تلغي المشتقة خالص. تمام؟ طيب يبقى الناتج بتاعك هيطلع ايه؟ طبعا زي الثابت اهو. كده انت خلصت خلاص المسألة، تبقى سالب ربع جتا 2 س تربيع زائد ايه؟ ثابت. فهمتوا؟ كده اكون خلصت الامتحان يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، ربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.